لنقاش الملف السوري ينضم إلينا رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مرسين التركية. أهلا بكم سيد غزوان. تحياتي لحضرتك. بالتزامن مع إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سيزر لفرض عقوبات على نظام الأسد، كيف تقيم مشروع القانون وأهميته؟ هلا بداية، إقرار القانون في مجلس النواب ما بيجعله نافذ مباشرة. القانون بيحتاج بكل تأكيد لمصادقة مجلس الشيوخ ثم توقيع الرئيس، لكن بجميع الأحوال إقرار القانون هو خطوة مهمة حقيقة وبالاتجاه الصحيح. بالرغم من أنه هي خطوة متأخرة، لكن بتقديري هي يعني أهميتها بتجي ليس لأنه فقط يعني هذا القانون بفرض عقوبات على جهات أو مؤسسات أو دول بتقدم أو راح تقدم شكل من أشكال الدعم لنظام الأسد أو تساهم بجهود إعادة الأعمار اللي عم يحاول يروج له النظام بالتعاون مع روسيا، إنما أيضا لأنه بيوفر دعم كتير مهم وإيجابي للمؤسسات والجهات الدولية والمحلية العاملة على موضوع جمع الأدلة اللي بتساهم بعملية المساءلة والمحاسبة، وهذا كتير شيء مهم بيعزز فكرة أنه المجتمع الدولي مهتم ومعني بقضية المساءلة والمحاسبة وعدم تكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وبتعني بالمقام الثاني وهذا بتقديري شيء مهم جدا انه يعرقل الجهود اللي ممكن تبذل لإعادة تأهيل نظام الأسد، لأنه من ارتكب تلك الجرائم أو هذا الكم من الجرائم لا يمكن القبول فيه كأحد أطراف الحل للصراع في سوريا، وبالتالي من هون بتجي أهمية هذا القانون. إلى أي مدى يعتبر مشروع هذا القانون ربما تكملة لتسريبات سيزر أو القيصر كما عرف عن التعذيب الذي كان يجري في المعتقلات السورية والتي تم الكشف عنها قبل سنوات؟ هو بالتأكيد القانون أو فكرة إصدار مثل هذا التشريع يعني تأسست بالاستناد إلى ما تم تسريبه من وثائق ومستندات وصور عبر الشاهد قيصر، لأنه كان الواقع صادم حقيقة، وهذا دفع بالكيانات الحقوقية وبالكونغرس الأمريكي للبحث عن أدوات قانونية للضغط على النظام السوري باتجاه تعديل مسلكه أولا، وناحية ثانية باتجاه أن يكون هناك يعني تكريس لعملية المساءلة والمحاسبة على المستوى الدولي عن كم الجرائم والانتهاكات، ولذلك سمي قانون قيصر يعني. وبالتالي يعني بنرجع منأكد أنه هذه الخطوة شيء مهم وضروري باتجاه خدمة قضية العدالة وخدمة قضية المساءلة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة. بالحديث عن هذه الانتهاكات المرتكبة، كيف سينعكس مشروع قانون سيزر على الأرض، خاصة وأنه جاء بعد مرور 8 سنوات على الثورة السورية وتسجيل حصيلة كبيرة من القتلى والمعتقلين والنازحين والمهجرين أيضا؟ يعني سيكون بكل تأكيد لهذا القانون ارتداداته على المستوى التضييق على النظام وأدوات فعله في الداخل، يعني تسقط كل مشروعية عن أي عمل ممكن أن يقوم به النظام في الداخل أولا، يحاصر مجهود النظام لفكرة إعادة الأعمار ومحاولة إشراك الغرب في مجهود إعادة الأعمار، واللي كان الحقيقة لقمة بروكسل الأخيرة موقف مهم باتجاه أنها لن تشارك أوروبا أو الغرب عموما بمجهود إعادة الأعمار ما لم يكن هناك حل سياسي ناجز في سوريا. وبالتالي يعني أهم ارتدادات لهذا القانون أنه لن يعيد الشرعية أو لن يسمح بإعادة شرعية نظام الأسد مرة أخرى ليكون جزء من الحل السياسي في سوريا. لا، هذا ما يجب الاشتغال عليه. لكن في قضية مهمة أخرى، أنه هذا القانون أيضا يساعد ويدعم المجهود اللي عم تشتغل عليه المنظمات الحقوقية سواء الدولية أو السورية أو اللي هي ضمن منظومة الأمم المتحدة على يعني تكريس مسألة المحاسبة والمساءلة
المساءلة ودعم تلك المؤسسات على جمع الأدلة وبناء القضايا. توحيد الجهود ربما هذا ما يفسر بطريقة أو بأخرى تزامن مشروع القانون الأمريكي بعقوبات أوروبية جديدة. ما مدى فعالية هذه العقوبات عموما، خاصة وأن النظام قام مؤخرا بإلغاء تأشيرات خاصة بدبلوماسيين أوروبيين يمنعهم فيها من الدخول إلى الأراضي السورية؟ يعني أنا بتقديري العقوبات الأوروبية هي بالقياس إلى ما يمكن الاستفادة منه من لجهة التشريعات الأمريكية اللي عم تصدر بهذا الاتجاه، هي بتكون قضية رمزية، لكن أهميتها بتنبع من أنه بتعزز فكرة عدم القبول بإعادة تأهيل النظام. هي الناحية اللي كتير مهمة نحن بنشوفها كسوريين لمسعى لإنتاج حل سياسي في سوريا. هاي الناحية، الناحية موضوع التأشيرات اللي يعني هي مسعى رخيص من النظام لابتزاز الأوروبيين في محاولة يعني لاستدراج تلك الدول لإعادة علاقات الدبلوماسية، لأنه بيشوف أنه ما لم يحصل على مشروعية من تلك الدول ومن الولايات المتحدة بطبيعة الحال يعني لن تترمم شرعيته اللي عم يسعى لإعادة إنتاجها مرة أخرى. أشكرك جزيل الشكر رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة مرسين التركية.